السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم إلى هذا المقطع الجديد وإلى هذه الرحلة الجديدة التي ستكون انطلاقة من مارتا بورا كليمنتان الجنوبية إلى سامريندا كليمنتان الشرقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم إلى هذا المقطع الجديد وإلى هذه الرحلة الجديدة التي ستكون انطلاقة من مارتا بورا كليمنتان الجنوبية إلى سامريندا كليمنتان الشرقية. إن شاء الله بنغطي بعض المناطق لأنه المسافة بعيدة، حدود 13 ساعة سفر، فما بنسويها هذه 13 ساعة كلها في فيديو واحد، فبنجزها إلى عدة فيديوهات إن شاء الله. فبنطلق إن شاء الله الآن، بنطلق الساعة 10 الصباح. من هنا سوف نذهب أولا إلى مكتب حق إرسال الأدوات التي معنا، التي عبارة عن أدوات الطباخة والملابس، ولأنها كثيرة جدا لا نستطيع أن نأخذها عبر الدراجات النارية، عبر الدراجة النارية واحدة وليست أكثر من واحدة. فانتظرونا وكونوا معنا إن شاء الله، ولكن أتمنى مشاهدة الفيديو إلى النهاية. نرسلهم إلى المنطقة التي بنروح فيها لأنها بعيدة جدا، ما نستطيع أن نأخذها عبر عن طريق الدراجة النارية. فالآن نحن أرسلنا وبنطلق الآن في هذه اللحظة، بنتحرك لأن المسافة حدود 13 ساعة حتى نوصل هذه المنطقة. الآن نحن نستعد، هذا أصحابنا وهذه الدراجة النارية. إن شاء الله سنغطي جميع الرحلة إن شاء الله، نصور فيها، فكونوا معنا. طبعا هذا المتر الذي هو الطلق به، هذا المتر حقنا مع بعض الأدوات اللازمة لنا في الرحلة، وهذا المتر الثاني. طبعا متر واحد الذي بينطلق، هذا هو صاحبنا موجود في هذه المنطقة وعايش في هذه المنطقة، فما بيجيش معنا، فقط هي بينطلق هذه الدراجة النارية لا غير. ونحن بدأنا رحلتنا نحو سامريندا، الآن بداية الانطلاق. طبعا بيكون الفيديو مختصر إلى أبعد حد، لأنه لا نستطيع أن نغطي الرحلة كاملة في فيديو واحد، وقد نسوي أكثر من فيديو. فالآن بدأنا ننطلق وسنلتقي في أول موقف إن شاء الله. حياكم الله من هنا. طبعا هذا أول موقف لنا أمام المطعم لنتغدى وبعدها ننطلق. طبعا هذه أول استراحتنا. هذه أول استراحة هذا المطعم. بعد الانتهاء من وجبة الغداء، بعد ما تغدينا وارتحنا قليلا، واصلنا مشوارنا إلى منطقة أو مدينة سامريندا. طبعا مدينة سامريندا بنسوي عليها فيديو قادم إن شاء الله، نتكلم عنها وعن موقعها وماذا ستكون في المستقبل. هذه المناظر من ضمن المناظر التي رأيناها ونحن في الطريق، مثل ما سبقت وتحدثت أنه سيكون المقطع مختصر للغاية، سنعرض بعض اللقطات فقط بحيث أنه لا يطيل الفيديو ولا تشعر الشخص بالملل. الآن يا شباب
عاد احنا وصلنا بعد سفر من الساعة 10 الصباح حتى الساعة 10 الليل. الآن وصلنا للفندق، حجزنا غرفة من حق الله طلبناك، مشي حالك بها. 200,000 روبية. بنستريح، ناخذ استراحة لبكرة الصباح ونواصل. انه باقي معنا حدود من ثلاث الى اربع ساعات في هذا الحد تقريبا. طبعا هذا الغرفة، هذا سرير الزواج، هناك الحمام عزكم الله، يا اللفة. هذا الحمام، مروحة، ما فيش مكيف. هذا التلفزيون الصغير أيام الإمام. هذه هي الغرفة اللي حصلناها، الفندق المتاح اللي حصلناه. ناخذ دش، نرتاح إن شاء الله. الصباح كما يقول في اليمن، الصباح رباح. أسعد الله بخير صباحكم. نحن الآن منطلقين، الآن خارجين من الغرفة إن شاء الله، متوكلين. نجهز الآن، نجهز أنفسنا، نجهز الدراجة النارية، وعلى بركة الله توكلنا. ودعواتكم. السلام عليكم. هذا نجهز الدراجة النارية ونطلق الآن. جاهز يا عمنا؟ جاهز؟ أنا وراي وراي وراي. هذا هو الفندق الذي نزلنا فيه. بصراحة فندق فيه خدمة حلوة على قد حاله، شيء جميل ورائع. بعد رحلة طويلة دامت على أساس أنه قلنا من الفندق الذي استرحنا فيه إلى المنطقة التي بنوصل فيها بتكون من حدود من 3 إلى 4 ساعات، ولكن يتضح لنا في الواقع أنه المسافة كانت أكثر من 6 ساعات. طبعا خرائط جوجل لم تعطي الوقت الصح، الوقت القياسي، فإنما كان الوقت غير المحدد في الجوجل خرائط، غير الوقت الفعلي الذي مشينا فيه. لأنه تحركنا من الفندق الساعة 7 الصباح على أساس أنه معنا 4 ساعات حتى نوصل، ولكن الذي صادفنا به أنه وصلنا بعد العصر. لا، مش بعد العصر، الساعة بعد صلاة الجمعة وليس بعد العصر، فالفرق كان كبير. فالحمد لله وصلنا بعد عناء طويل وبعد مواقف. الحمد لله ان احنا خرجنا منها سالمين وقدروا لطف الحمد لله. اولها كان في غابة، طبعا بينزل هذا الفيديو على الغابة، غابة يعني
غابة بمعنى الكلمة، بس اللي كان فيها حاجات مثيرة بنتكلم عنها إن شاء الله في هذا. والثاني أنه في أثناء يعني في منحدر نوعا ما خطير، فالحمد لله إن احنا عديناها بسلام والحمد لله وصلنا بسلام. فكانت الطريق متعبة جدا وخطرة جدا ومفجعة، فالحمد لله الآن احنا وصلنا واستقرينا الآن في غرفتنا. فقبل أن ننهي الفيديو أتمنى منكم الاشتراك، تفعيل زر الجرس، وانتظرونا في الفيديوهات القادمة على الغابة وعلى أول ليلة في سمرندا. تحياتي لكم ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.